والله المريخ يعني المفروض يؤدي مباراة من أفضل ما يكون، نعم، لأنه يعني ما عنده أو أمله ضعيف جدا في التأهل. ليس لديه ما يخسره. اللعيبة أيوة بالضبط كده، اللعيبة يعني المفروض متحررين من الضغوطات، المفروض يؤدوا يعني مباراة لأنفسهم قبل ما يؤدوا للمريخ وللجمهور. المفروض يثبتوا لنفسهم إنهم يستحقوا إنه يلعبوا في المريخ. ما في ضغوطات، ده أكيد هينعكس، وأتوقع إنه المريخ يؤدي مباراة كبيرة. تواصلت التمارين بتاعته، شاهدنا يعني السيد آدم سوداكار رئيس نادي المريخ متواجد في كل التمارين. شاهدنا طبعا جمعية عمومية، جاء أبطال الاتحاد الدولي بقرار اليوم. شاهدنا شكوى، يعني ما كان في لها داعي صراحة، لأنه النتائج أرسلوا شكوى بفحوى نتائج فحوصات بعد المباراة، فأكيد طبعا رفضت الشكوى. الأهلي القاهرة يعني فريق كبير جاي يفوز، جاي يضمن أو جاي يعني يحاول يسترد صدارة المجموعة. شاهدنا السفير المصري اجتمع مع رئيس المريخ عشان يشوف الترتيبات بتاعت دخول النادي الأهلي وترتيبات المباراة، يعني شوف عظمة النادي الأهلي واهتمام السفارة المصرية في السودان. عرفوا الفندق والحجز الملاعب، طبعا ما حيقدروا يتمرنوا في الملعب. نعم، يوم الجمعه انما حيتمرنوا الخميس، يتمرنوا يوم الخميس، الجمعه حيشوفوا تمرين يعني في مكان قريب من مكان اقامتهم. الفريق جاي مكتمل ما عدا نبيل معلول اللي لسه مصاب يعني من كاس العالم للانديه. اتوقع مباراه جميله جدا، مباراه مفتوحه، اتوقع انه المريخ يقدم اداء عكس المتوقعين والناس كلها. جميل.